شهادات جديدة لشهداء العراق الحبيب. في ذكرى فتوى تأسيس الحشد الشعبي الذي كان له الفضل الكبير على العالم أجمع والوطن العربي والعراق في تصديه لعصابات وغوغاء داعش التي خلصت البلاد والعباد من الظلم بكافة الطوائف، المسيحيين والإزيديين والإخوان المسلمين كافة، والذين حموا البلاد والعباد والأعراض. وفي هذه الذكرى الكريمة تقيم جامعة البصرة في كلية الطب خصوصا استذكارا لهذه الفتوى وهؤلاء المجاهدين وهؤلاء الشهداء تكريما لهم، ولنبقى نستذكرهم ونعطر أروقة الجامعة والحرم الجامعي بهم حتى يكونوا نبراسا لطلبتنا وموظفينا في المستقبل القادم إن شاء الله. كل الخصص وتعذر بها الجناس بحضن الأعمار على الحيطان، على الحيطان بها وجوههم وطاحن عرة تكسر قلب الأحجار. تنفيذاً لتوجيهات الوزارة ورئاسة الجامعة بإقامة احتفاليات في كليات الجامعة لاستذكار قيم الشهادة واستذكار الشهداء، أقامت كليتنا هذا اليوم حفلاً لاستذكار قيم الشهادة، وهذا الحقيقة بمعاني كبيرة، لأنه استذكار الشهداء أولاً للترحم على أرواحهم الطاهرة، ثانياً هؤلاء الشهداء قدموا أنفسهم وبذلوا الغالي والنفيس وتركوا عوائلهم في سبيل أن يحققون الأمن والأمان والنصر لشعبنا وبلدنا. تقيم كلية الطب في جامعة البصرة استذكارا لأرواح الشهداء، شهداء الحشد الشعبي والذين ضحوا بأنفسهم من أجل كرامة الوطن وإعادة هيبته. طبعا هذه الفعالية جرت تحت إشراف رئاسة جامعة البصرة متمثلة بالسيد رئيس الجامعة الموقر والسيد عميد الكلية والعمادة ووحدة الإعلام وجميع الأخوة المشاركين من داخل الكلية وخارجها. نتقدم بالشكر الجزيل لهم، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الوطن، وإن شاء الله نكمل المسيرة التي أكملها وضحى من أجلها شهدائنا الأبرار. بسم الله الرحمن الرحيم. بتوجيه من السيد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات العراقية بإقامة معرض فوتوغرافي يخلد ويمجد روح الشهادة والشهيد لعراقنا العظيم، سارعت عمادة كلية الطب وبإشراف مباشر من قبل السيد عميد كلية الطب الأستاذ الدكتور خليل إسماعيل الحمدي، وتوجيه إلى وحدة النشاط الرياضي والفني في الكلية حيث عملت جاهدا مع قسم الإعلام وبالاتصال في القنوات المتمثلة بالقناة العراقية وهيئة الحشد الشعبي وهيئة الحشد الشعبي في قضاء المرجعية الدينية في قضاء الزبير مشكورة، الذي أرفدونا بصور الشهداء، وكان هنالك أقبال واسع وكثير من الطلبة ومن الجمهور الذي أشادوا بهذا التنظيم. لا يسع لنا إلا أن نقدم شكرنا وتثمين جهودنا لهذه الأقل العطاء الذي يقدمه الإنسان العراقي لهؤلاء الشهداء الذين رحلوا تاركين لنا الأمن والأمان في عراقنا العظيم.